مشاهدينا دعونا نتكلم على اسعار العملات. اليوم الاثنين يعتبر هادئ نوعا ما لانه ما في ارقام اقتصاديه كثيره تخلينا نتحدث عن تداولات بشكل او اخر. عندنا قصه الدولار، فعلا الدولار اندكس متراجع، هذا بيخلينا نشوف ارتفاع على اليورو مقابل الدولار، نحن نضيف 13 نقطه مئويه، وهذا ايضا خلينا بنشوف ارتفاعات على اسعار النفط بسبب الضعف اللي بنشوفه على الدولار ستيرلين. الدولار بيضيف حوالي 10 نقطه مئويه، الدولار اندكس بيتداول عند 87.34. للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية انضم إلي مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا بك، يوم الاثنين نبدأ أسبوع جديد في حيث تداولات الأسواق العالمية، دعنا بالصورة، ماذا سوف نراقب هذا الأسبوع؟ اليوم بنشوف بعض الحركة الضاغطة على أسعار الدولار، وهذا خلينا نشوف ارتفاع على النفط وأيضا شركات التعدين وشركات الطاقة. صحيح، كانت الأسباب في ذلك هي خيبة الأمل نوعا ما البسيطة وليس الكبيرة من تقرير الوظائف الأمريكي. شهدنا إضافة أكثر من 200 ألف وظيفة لكنه أقل من التوقعات التي كانت تشير لإضافة أكثر من حوالي 225 إلى 230 ألف وظيفة، حتى أنه كان هناك في توقعات بأن يضيف أكثر من 250 ألف وظيفة. معدلات البطالة انخفضت بنفس الوقت إلى 5.8، بينما البارتيسيبيشن ريت عادت نوعا ما للارتفاع، لكن بالنهاية هناك في أكثر من 22 مليون شخص خارج الليبر فورس، وهذا الشيء أعطى نوع من يعني خيبة الأمل، بالإضافة لأنه جانيت يلن قالت من جديد أنه عملية أو تخفيض معدلات الفائدة العامة أو ستبقى معدلات الفائدة العامة منخفضة لفترة مطولة من الزمن، وهذا الشيء أيضا عاد ما ضغط على الدولار مرة أخرى. في بداية اليوم أو في بداية الأسبوع ليس لدينا الكثير من الأرقام الاقتصادية المهمة خلال حتى هذا الأسبوع، كان لدينا فقط خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع أرقام من الصين واللي هي أرقام التضخم والتي عادت نوعا ما إلى الانخفاض بشكل قليل نوعا ما، لكن هذا الشيء أعطى مرة أخرى إشارة للأسواق أن الصين قد تتدخل مرة أخرى بمزيد من التحفيز، وهذا الشيء الذي أعطى نوعا ما اللون الأخضر. نور الدين، برأيك هل الصين سوف تتدخل بشكل أو آخر لدعم السوق؟ برأيك أنتم الآن في صالة التداول، ما هي يمكن السيناريوهات الأرجح أن تصير؟ ليس في الوقت الحالي، لانه خلال الاسبوعين الماضيين كان هناك في تخفيض على الريبو ريت او اللي هي اعاده الشراء مره اخرى، هذا الشيء الذي اعطى نوع من التدخل، لكن التدخل غير يعني غير المباشر، لكن التدخل الذي قد يحصل خلال الفتره المقبله هي الريزرف ريكويرمنت ريشيو اللي هي يعني نسبه الاحتياط الالزامي للبنوك، قد يتم تخفيضها مرة أخرى من جديد، هذا الشيء اللي يعطي دعم مرة أخرى دون الحاجة لتيسير كمي كامل أو تيسير كمي شامل أو المزيد من المال الرخيص، فهذا الشيء هذا في الغالب ما سيحصل خلال الأسابيع المقبلة، فيما لو شهدنا بالفعل استمرار في معدلات التضخم والمزيد من الضعف أو على الأقل التباطؤ كما شهدنا خلال الفترة المقبلة. هل تراقبون السندات بإسبانيا؟ عندنا السوق الإسبانية لا زالت متراجعة بشكل كبير، كان عندنا أيضا تراجع في السندات، كان في تصويت غير ملزم طالب أو كان في صالح الاستقلال كاتالونيا من إسبانيا، هل هذا شيء حتراقبوه من حيث تريدين هالأسبوع؟ ليس فقط السندات الأوروبية، لكن تركيزنا في الوقت الحالي على السندات الأمريكية بعد أن تم إنهاء الضغط على العوائد على السندات من خلال وقف الكيو إي ووقف التيسير الكمي من قبل الفدرال الأمريكي. السندات الأوروبية مهما حصل في الوقت الحالي، سواء تم الحديث عن أنه هناك سيكون في استقلال أو لم يكن في هناك في استقلال، بالنهاية البنك المركزي الأوروبي سيكون بالمرصاد أمام أي ارتفاع في العوائد قد يحصل خلال الأشهر المقبلة، لذلك لا يوجد هناك تخوف كبير بالنسبة لدينا على الأقل من السندات الأوروبية بقدر ما لدينا تخوف نوعا ما من السندات الأمريكية، فيما لو اخترقنا حاجز 3% في العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، هذا الشيء قد يشكل نوعا ما خطرا على الأسواق مرة أخرى. ماذا تراقب أيضا نور الدين؟ اليورو مرة أخرى شهدنا ارتفاعات نوعا ما خلال نهاية الأسبوع الماضي وأيضا مع بداية الأسبوع الجاري، لكن من جديد الين الياباني مرة أخرى سيستمر بالضعف أمام معظم العملات العالمية، لدينا ارتفاعات في الغالب ما سنشهدها فوق مستويات 115.50 التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي، أيضا اليورو لدينا ارتفاعات في الغالب ما ستكون ارتفاعات تصحيحية فقط، حتى أن الدولار إندكس لما انخفض لا نعتقد أنه سيكون انخفاض طويل الأجل، بينما هو انخفاض قصير الأجل قد يمتد حتى نهاية العام، وقد نشهد نوع من تغير في نوع ما شعور المتداولين فيما لو شهدنا المزيد من الأرقام الاقتصادية السلبية من الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما لو تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون مستويات 3%، هذا الشيء أيضا قد يؤدي نوع من التغير أو نوع من البروفيت تيكينج أو اللي هي عملية جني الأرباح على الدولار الأمريكي بشكل أكبر، هذا الشيء قد يحصل أيضا خلال الأسابيع المقبلة. نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. نظرة أيضا على المؤشرات الأوروبية.